بسم الأب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. وصلنا لقرب نهاية رحلة أسبوع الآلام، الأسبوع الأخير في حياة السيد المسيح، وهو بيتمم خطة خلاصنا الأبدي. فاليوم ده يوم الجمعة، يوم يسموه يوم الفداء العظيم. واليوم ده ملك فيه السيد المسيح على خشبة الصليب زي ما تنبأ عنه أبونا داود في مزاميره. الصليب أحبائي بالنسبة للمسيح ما كانش خاتمة حياته، يعني اليهود كانوا فاكرين مجرد هيصلبوه كده يبقى خلصوا منه، لكن الصليب ما كانش خاتمة حياة المسيح على الأرض، بل بالعكس رسالة المسيح الحقيقية بدأت يعني بقوة وبأكثر فعالية بعد موته المحيي على الصليب، وامتدت للعالم كله وأضاءته. رسالة المسيح بعد موته أضاءت العالم كله. فيوم الصلبوت ده يوم ممتد في التاريخ، يوم لا ينتهي. وإحنا بنحتفل بهذا اليوم العظيم، يوم الصليب المجيد، بتعيشنا الكنيسة بطقوسها الجميلة اللي احنا يعني شفناها من أول الصبح ومن خلال الأسبوع كله، بتعيشنا في أحداث الصليب بكل ما فيها من مشاعر مختلفة ومن قلوب بناس بتتأمل وفرحانة بعمل ربنا، وفي ناس تانيين كانوا موجودين وقت الصليب كتير وعلقوا المسيح على الصليب. لكن هذا الحدث، حدث الصليب، له صفة خاصة. يعني المسيح في ميلاده يقول الميلاد حدث تقريبا بالليل، ولما حصل بالليل حادثة الميلاد جت الملائكة وأضاءت السماء بنشيد الفرحة بالميلاد، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام الناس المسرة. ففي ميلاد المسيح كان ليلا لكن الليل نور. يوم الصلبوت المسيح اتصلب، تعلق على الصليب وقت الساعة 12، يعني السادسة حسب توقيت اليهودي، لكن عز الظهر. لكن اللي حصل ان الدنيا ظلمت، بقى في ظلمة من الساعة السادسة للساعة التاسعة. ليه كده؟ لان اللي على الصليب ده هو الخالق اللي جه متجسدا وجاه مخلص لكل واحد. فاحنا لما بنيجي نقف قدام الصليب وقدام هذا الحدث اللي غير حياة الإنسان وغير مصيره الأبدي، بنتواجه مع حاجة بنسميها أسرار الوجود الإنساني. لما تقف قدام الصليب وتتمعن فيه هتحس بحتة دي، في أسرار الوجود الإنساني. فوجود الإنسان على الأرض وراء أسرار كتيرة، أهمها سرين اتنين. إيه السرين دول؟ سر الحب وسر الموت. سر الحب وسر الموت. فالحاجتين دول بيقف قدامهم الإنسان صامت ما بيقدرش يتكلم. ليه؟ لأنه مش قادر يحويهم. فسر الحب، احنا عارفين الحب يعني عبارة عن مشاعر وإحساسات بنشعرها داخل قلبنا، فممكن الشعور ده حتى يبقى موجود من السن الصغير، والبعض يقول حتى الطفل هو بطن أمه ممكن يحس بمشاعر الحب. وبيتولد الإنسان يبتدي يحب ناس ويكره ناس أو ما يحبهمش ما يرتاح لهمش. فإزاي بيتولد الحب وإزاي بيجي، فدي أسرار الإنسان مش عارف يغوص في أعماقها. كلمة الحب اللي احنا نعرفها في أو بنسمع عنها في اللغة اليونانية، عشان بس نعرف إنه حب المسيح لنا، عندهم معاني كتيرة لكلمة حب، يمكن 20 معنى، لكن أشهرهم 3 معاني بتعني المحبة أو تعني الحب. أول نوع رضيء طبعا اسمه حب الإيروس، حب شهواني، ده طبعا بنرفضه وما بيكملش الطريق. النوع الثاني اللي هو اسمه حب الفيلو، ده حب اجتماعي زي محبة بين الأصدقاء، أو أنا بحب مدرستي، بحب بيتي، بحب البلد اللي أنا اتولدت فيها، بحب المهنة بتاعتي اللي بشتغلها، فده اسمه الحب الاجتماعي. فالحب ده
قابل للتغيير وهو ثابت وبيعتمد على المصلحة، يعني في مقابل عشان تستمر العلاقة دي أو المحبة دي أو ما فيش. لكن الحب الأصيل بقى هو حب الأغابي، حب الأغابي يعني الحب الروحاني، وده الحب اللي قدمه لنا بقى السيد المسيح على الصليب، وحب بدون ما ينتظر مننا شيء. عشان كده احنا بنقول له نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. يعني حبنا على إيه؟ حب الإنسان على إيه؟ إيه اللي موجود في الإنسان عشان يحبه ربنا؟ فنلاقي الصليب يحل سر الحب. السر الثاني من أسرار الوجود الإنساني سر الموت. فالإنسان بعد ما يعيش كتير أو قليل ينتهي حياته على الأرض. طبعاً هياخد حاجة وإياه، عمل كتير على الأرض، في حاجة ياخدها هو ماشي، مفيش حاجة. طب اللي كنزه برضه مش هياخده إياه. طب الإنجازات بتاعته، واحد له إنجازات ضخمة أثناء حياته برضه مش هتروح معاه لغاية القبر. فعشان كده وممكن برضه نسأل، بيقول لك يعني كاستفهام ورا سر الموت، يقول لك احنا بنشوف ناس كبيرة في سن وعايشة وصغيرين بيموتوا. المهم في سر الموت إنه أحد الأسرار اللي يعني بتحط الإنسان قدامه علامات استفهام كتيرة، لدرجة في ناس يقول لك أنا يعني مش عايز أموت، واحد تاني يقول لك أنا أتمنى أموت نتيجة إنه عنده ضيقات أو مواقف صعبة في حياته. زي يونان النبي، فاكرينه لما قال موتي خير من حياتي، وأيوب الصديق. فالسرين دول، سر الحب والموت، اتجمعوا في الصليب. عشان كده الصليب أحبائي بنسميه اسم جميل، بنسميه سر الحب حتى الموت. أدي الصليب، الصليب هو سر الحب حتى الموت. فده اللي قدمه السيد المسيح لينا. فنيجي نقف قدام الصليب، الإنسان فينا يشعر أنه صغير جدا، والمسيح اللي المجد عمله حاجة كبيرة قوي، والإنسان ما يستحقهاش بصراحة، ما يستحقش كل ده. فحب المسيح حتى الموت معناه إيه؟ حب المسيح معناه عايز يرفع خطيتي وعايز يسفك دمه عشان يشيل الخطية دي. يسفك دمه إزاي؟ بعد ما يتعرض لنوعيات كتيرة من الاستهزاء والسخرية والجو اللي كان هايج زي ما شفنا في أحداث القراءات. وفي النهاية يتسمر المسيح على الصليب ويتحط إكليل الشوك على رأسه. تقف قدام المنظر ده وانت متأثر ومتعجب، تقول له ايه المنظر الصعب ده؟ ايه العمل الصعب ده؟ وكل واحد فينا فين في المكان ده؟ تاخد بالك من السؤال ده؟ انت مكانك فين لو وقفت وسط الأحدث بتاع الصليب؟ هل مع الصليبين ولا مكانك مع يوحنا الحبيب وست العذراء وسمعان القيرواني وباقي الناس الأحباء للمسيح؟ أنا عايز وإحنا بنصلي النهاردة الصلوات العميقة دي أحط قدامك ثلاث عناوين رئيسية تساعدنا على فهم الصليب، ثلاث عناوين تساعدنا نفهم الصليب اللي هو سر الحب حتى الموت. المسيح إلهنا في هذا اليوم هو مين؟ مين المسيح إلهنا وإحنا بصينا على الصليب؟ المسيح على الصليب هو العجيب في تعليمه، وهو الفريد في أعماله، وهو الوحيد في خلاصه. هذا هو مسيحنا المعلق على الصليب، عجيب في تعليمه، فريد في أعماله، وحيد في خلاصه. فأول حاجة العجيب في تعليمه. المسيح أحبائه هو على الصليب حول الصليب إلى منبر، يعني كأن المنجلية كده، يعني يقولوا الصليب ما كانش فراش مات عليه المسيح ولكنه منبر علم من فوقه، وهو على الصليب حوله لمنبر تعليمي. المسيح طبعا ما كانش أول مرة يعلم، المسيح طول حياته بيعلم بمثال حياته، بيعلم بكلماته الجميلة المملوءة نعمة، وأيضا وهو على الصليب استمر عطاؤه التعليمي. علم بالصليب ما هو أقوى
وأسمى وأكثر فاعلية. ده تعليم المسيح من فوق الصليب. فقدام الصليب قدامه ناس كتير عمالة تصرخ اللي يقول اسلوبه اسلوبه، واللي عمالين يدقوا المسامير، واللي بيستخدموا حربة يطعنوها بجنبه، واللي عمال يقول ألفاظ صعبة، واللي بيشتم. والمسيح يحول الصليب بالفظاعة بتاعته ديت، يحوله إلى منبر للتعليم. فنلاقيه يصرخ رب المجد هو على الصليب قدام الناس دي كلها اللي بتعذبه، ونسمع أول كلمة جميلة جدا ومؤثرة وتترك أثرها في حياتنا كلها. قال له: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يعني ريت ندوق الكلمات الجميلة ديت. احنا ممكن بنقراها بسرعة: يا رب اغفر لهم، أو يا أبتاه اغفر لهم. لكن وانت باصص كده للصليب وكل اللي حصل للمسيح، تقول له اغفر لهم ازاي واللي بيعملوه ده كله؟ لكن هو بالنسبة له هو باصص بنظر ثانية. إله قدوس حطت لهم عذر عشان احنا نتعلم ايضا نتمثل بيه. قال ايه بقى العذر؟ لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يعني مش عارفين ان هم بيصلبوا رب المجد. عشان كده قالها معلمنا بولس: لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. فكان زمان بيعلقوهم على الصليب من شدة العذاب. تلاقي الرجل المتعلق على الصليب بيشتم ويقول ألفاظ صعبة جدا، لدرجة المعذبين عشان ما يوجعوش دماغهم كانوا يقطعوا ألسنة الناس اللي متعلقة على الصليب. يعني مش بكفيه الألام كلها، وكان مش عايزه ينطق فبيقطع لسانه. لكن السيد المسيح بقى لما تكلم بدأ يطلب المغفرة. نقول يا رب بتطلب المغفرة لمين؟ هو دلوقتي في موقف بيعلمنا. يطلب المغفرة للي دقوا المسامير في ايديه ورجليه، يطلب المغفرة اللي حطوا الشوك على راسه، يطلب المغفرة اللي طعنوه، ويطلب مغفرة لبيلاطس وهيرودس اللي حكموه والقيافة وكل مجمع السنهدرين. فهنا المسيح بيدينا درس: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هي دي مسيحيتنا أحبائي. زي ما المسيح علمنا في العظة على الجبل، نحن لما نيجي نصلي أبانا الذي، بنقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا. للأسف احنا بننساها كتير. تقف تصليها وتلاقيك متخانق مع حد تاني أو زعلان من حد تاني وتقول له اغفر لنا كما نغفر. المرة دي حصلت مع الأنبا برقام أسقف الفيوم، كان بيصلح بين اتنين، والاتنين أصروا مش عايزين يتصلحوا. قال لهم خلاص نقف نصلي. وقفوا يصلي، جاء عند الحتة ديت قال طلب من ربنا، قال له: ولا تغفر لنا ذنوبنا لأننا مش بنغفر لبعض. فالناس ابتدأوا يتخضوا وكانت النتيجة تأثروا واصطلحوا مع بعض. فعشان كده عايز أسألك سؤال: هل أنت بتحب الآخرين محبة غافرة؟ محبتك للناس محبة غافرة بمعنى إيه؟ بمعنى كمية محبتك أو مقدار محبتك تجاه الآخرين تتقاس إزاي؟ تتقاس بمقدار المغفرة اللي فيك. ما بتغفرش يبقى ما بتحبش، بتغفر كتير ده يظهر إنك قلبك واسع وإنسان محب. لدرجة واحد من الملحدين فرنسي لما سمع عن المسيح بيغفر للصليبين بتوعه، قال عبارة فعلا غريبة متأثر هو بالمنظر ده. قال: إن لم يكن المسيح إلها، يعني هو مش بيؤمن المسيح إله، فليكن إلها عند الصليب لأنه طلب من أجل صليبه. يعني كونه غفر ده معناه ده مش إنسان عادي، ده إله وظاهر في صورة إنسان. فما حصلش إن المسيح في حياته قدم تعليم بقصد ان هو يعني الاستهلاك المحلي والاستحسان، الناس تستحسن كلامه، ولكن كان تعليمه وهو نفذه على الصليب. علم محبة الأعداء أظهرها على الصليب، علم إزاي يغفر للآخرين غفر للصليبين على الصليب، ولم يتخلى عن المبادئ اللي علم بيها. فدي أحد
تعاليم الصليب. عشان كده نقول المسيح العجيب في تعليمه. مين يقدر يعمل كده؟ حاجة تانية برضو للمسيح في التعليم وهو على الصليب، ان المسيح وهو على الصليب يعني يقولوا امعانا في اذلاله صلبوا اتنين حرامية على شماله وعلى يمينه عشان يبقى هو في النص كأنه واحد زيهم، كأنه لص زيهم اكتر منهم، متعلق زيهم، يبقى بياخد عقاب زيهم ان هو زي اللصوص دي. وزي ما سمعناها في القراءات بتاعت الساعة السادسة ازاي اليهود بدأوا يلفقوا ويكيفوا التهم اللي عايزين يوجهوها للمسيح، وعطوا للتهم دي شوية طابع ديني على طابع سياسي على طابع مدني لغاية في النهاية علقوا المسيح على الصليب. فالمسيح المحب وهو على الصليب أعطى رجاء واسع جدا لكل إنسان مهما كانت خطيته طويلة في الزمن لها سنين طويلة. بص اللص اليمين ولقاه بيصلي، معرفش بقى دي كانت أول مرة يصلي اللص اليمين ولا كان ده اعتراف منه ولا كانت دي دعوة للمسيح، وطلب منه قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وكنيستنا زي ما شفنا في الدروس الساعة الستة في الإبداع الجميل بتاعها أخذت أمانة اللص دي وسموها أمانة لص. وخدوا بالكم معنيين أمانة ولص، يعني ما تمشيش مع بعض. فراحت واخدها الكنيسة وعملها لنا قطعة صلاة، وناخد احنا دور اللص ونتكلم مع المسيح ونصلي بهذه الصلاة اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. حين اللص الثاني بقى اللي على الشمال ده نلاقيه استمر يسلك سلوك اللص، هو طبيعته شريرة وهو لص أصلا يستحق العقاب، وبدأ يستهزأ ويتهكم على المسيح. الناحية التانية وسط الجو الصاخب ده نلاقي اللص اليمين يطلب هذه الطلبة من السيد المسيح انه يعني يبقى أحد المقبولين عنده في ملكوته. لو انت واقف جنب اللص اليمين ده وقال الطلبة دي اكيد هيتحرك مشاعرك وهتقول حاجة، هتقول له انت ازاي بتقول عبارة، انت شايف اللي جنبك ده شكله ايه؟ ده واحد مصلوب، اللي انت المسيح بتكلمه ده واحد مصلوب وواحد ضعيف، كيف امنت؟ انت امنت ازاي واعتبرت المسيح ده اله؟ ايه اللي حصل؟ ايه باب التوبة اللي اتفتح مرة واحدة ده حتى انك تصرخ الصرخة دي وتطلب التوبة؟ بالتأكيد طبعا العبارة دي اللي قالها طلع من قلبه مش مجرد كلمة على فمه، وكانت كافية تغطي حياته كلها. فالمسيح أحبائي فحص القلوب وشاف هذه التوبة الصادقة، منحه نعمة جبارة وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. ما قالوش بقى أنا مش فضيلك أنا موجوع دلوقتي متألم، لكن المسيح نسى ألامه واستمر في تعليمه وفي قبوله لكل نفس محتاجة أنها تخلص. تقول له بقى يا رب ده مجرد لص وإنسان ضايع محكوم عليه ملوش أي اعتبار في المجتمع، تديله شرف يخش الفردوس ويكون أول الداخلين؟ الإجابة ما فيش إجابة غير هو ده الحب الإلهي، هو ده سر الحب اللي يصنع العجب. فالمسيح العجيب في تعليمه خلى الصليب هو المنبر اللي يعلم من فوقه. ودي مجرد أمثلة صغيرة عشان توردنا هذا المفهوم الجميل. حاجة تانية، المسيح هو الفريد في أعماله. يعني على الصليب لقينا الحجاب بتاع الهيكل بدأ ينشأ من أعلى لأسفل، ده علامة طبعا ده بسماح من ربنا هو اللي عمل كده، علامة على نهاية عهد وبداية عهد جديد. ومن فوق لتحت معناها إيد ربنا هي اللي عملت كده، عشان كده بنقول عليه فريد في أعماله. ده طبعا غير الظلمة اللي حصلت قلنا عليها، لأن اللي متعلق على الصليب ده هو الخالق، فالطبيعة والشمس رفضت تعطي ضوءها للأشرار. وانشقاق الحجاب بتاع الهيكل ده بيدي معنى، عشان كده بنقول عجيب في أعماله،
ربنا عايز يبعت درس لينا من خلاله. بيقول انتهى كل ما هو في الفكر اليهودي وبدأ عهد جديد، عهد المسيحية. وعلى الصليب برضه نلاقي المسيح استمر طول ما هو على الصليب فارد أحضانه، فارد دراعاته، يعني عشان ما يبقى في مكان لكل أحد، كل من يقبل إلي لا أخرجه، ليك مكان في حضن المسيح. المسيح كان ممكن يموت أي موتة أخرى غير الصليب، لكن الصليب هو الموتة الوحيدة اللي فيها الأحضان المفتوحة. مش بس كده، ده المسيح الفريد في أعماله وهو على الصليب يجيله قائد مئة. قائد المئة ده شخص وثني روماني وشغلته راجل بينفذ أحكام، جاي عايز يشوف المسيح اللي اليهود هيجين عليه دول مات ولا لسه. فراح جايب حربة وراح طعن المسيح في جنبه بكل قسوة، فخرج من جنب المسيح دم وماء. احنا عارفين طبعا لو في بعيدك واحد ميت نشكه بإبرة، مش هنزل حاجة، لأن الدورة الدموية في جسم الإنسان مش موجودة بالنسبة للإنسان اللي مات. لكن قائد المئة الوثني ده لما شاف الموضوع ده دم ومية نازلين والمسيح ميت على الصليب، أعلن إيمانه، قال حقا هذا كان ابن الله. ودي طلعة شهادة من واحد من اللي صلبوه واللي طعنوه وخرج من جنبه الدم والمية. فالمسيح في اللحظة دي فريد في أعماله، المية بقت رمز سر المعمودية والدم بقى رمز أو يمثل سر الإفخارستيا. وكأن في اللحظة دي الكنيسة بأسرارها اتوجدت واتولدت من جنب المسيح على الصليب. هو ده الفريد في أعماله. الأعمال اللي صنعها المسيح وهو على الصليب أحبائي اللي ذكرنا بعضها دي مجرد برضو أمثلة قليلة تشرح لنا الفكرة. الحاجة الثالثة أن المسيح هو الوحيد في خلاصه. معلمنا بطرس الرسول في سفر الأعمال يعلمنا أنه ليس بأحد غيره الخلاص، يعني ما فيش غيره مخلص. وأيضا من اسم الرب يسوع المسيح اسمه يدل على أن ما فيش غيره مخلص. يسوع يعني مخلص، والمسيح معناه ماسح للخطايا. فالخطية اللي بيرتكبها أي إنسان بتبقى لزقة في الروح. طب مين حيمسح خطية الروح دي؟ حتى في علم النفس نسمع الإنسان لما بيغلط كتير تلاقيه بيعاني من حاجة اسمها عقدة الذنب، وضميره يبقى مش مرتاح بينقح عليه. فمين يقدر يشيل الخطية دي اللي لزقت في أعماق الإنسان؟ الكتاب يقول لنا دم المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. المسيح لما اتصلب على الصليب زي ما سمعنا في قراءات النهاردة كتبوا يافطة، ويافطة يعني حطوا عنوان فوق الصليب، وحتى اليهود اعترضوا، لكن بيلاطس قال لهم اللي أنا كتبته خلاص، كتبوا يسوع الناصري ملك اليهود، اللي هي ثلاث حروف أو أربع حروف المكتوبة قدامنا INRI، دي اللغة اليونانية. اي يعني ايسوس، نظاريس، ركس، ايدورا، المسيح الناصري ملك اليهود. ليه بقى كتبوها بثلاث لغات؟ لان العالم في الوقت ده كان ثلاث عواصم رئيسيه، فاتكتب باللاتينيه، دي لغه اهل روما، عاصمه يقولوا عاصمه الفن والقانون. واليونانيه دي اهل ياسينا، دول بتوع الفلسفه والادب. والعبرانية دي لغة أورشليم، عاصمة الدين، مدينة الملك العظيم. فكانت الكتابة بالثلاث لغات دول عشان توضح أن المصلوب ده يعني هو جاي من أجل الكل، أهل الفن وأهل القانون وأهل الفلسفة وأهل الدين وأهل الأدب، جاي من أجل كل العالم، الوحيد في خلاصه. ده كمان حاجة مهمة، إن السيد المسيح على الصليب في نهاية الكلمات اللي نطقها على الصليب قال عبارة قد أكمل. العبارة دي ما اتقالتش في الكتاب المقدس غير في ثلاث محطات. سفر التكوين يقول أكملت السماوات والأرض في قصة الخليقة،
وفي سفر الرؤيا في آخر السفر يقول قد تم. وبعدين نلاقي المرة الثالثة في النص المسيح على الصليب في الوسط يقول قد أكمل. اللي أكمل واكتمل، اكتملت قصة الإنسان والله. فبين الله والإنسان توجد قصة من أيام آدم، والقصة دي تعاقب عليها أنبياء كتير لغاية قصة الصليب. فالمسيح بيقول أكمل، يبقى قصة الخلاص قد تمت واكتملت في شخص ربنا يسوع المسيح. في قديس اسمه نسمعه في المجمع في القداس، قديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات، يقول عبارة لطيفة، يقول لا شيء من المعجزات التي حدثت عند الصليب أو عند القبر أو بعد القبر تعادل معجزة خلاصي. مفيش أي معجزة تعادل أخطر معجزة هي خلاصنا الأبدي. يكمل يقول فإن قطرات دم المسيح تجدد خلقة هذا العالم. فالأمر المهم أحبائي، وإحنا بنعيش الساعات الجميلة ديت، يعني نقول مهم خالص، إن كل واحد فينا يعتبر المسيح مصلوب من أجله شخصياً. المسيح مصلوب من أجل كل واحد باسمه، دي حقيقة، وكتبها معلمنا بولس الرسول، هل الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يبقى كل واحد عنده الشعور ده، الصليب ده بتاعك، المسيح المصلوب ده من أجلك. هو احنا في صلواتنا بنقول سلم عنا عن البشر كلهم، لكن الإحساس الشخصي إنك تشعر إن المسيح صلب من أجلك، ده إحساس مهم جدا إنه يكون حاضر وياك. ليه بقى؟ لأن أنا بدون المسيح لا أساوي شيء ولا أملك أي دلة عند ربنا، بل أنا من غير المسيح إنسان خاطي. لكن بالإيمان بخلاص المسيح هيكون لينا كل واحد بصفته، كل واحد بشخصه، هيبقى لينا استحقاقات دمه المسفوك على الصليب، واستحقاقات الكفارة اللي قدمها نيابة عننا وعن العالم كله. وهيبقى أيضا ليك امتياز لما تحس المسيح ده بتاعك وخلصك الشخصي، بقى ليك امتياز انك صرت ابن الله ووارث مع المسيح كل الأمجاد السماوية. قديس يوحنا الحبيب سفر الرؤيا يقول لنا حاجة جميلة عن السماء، يقول لا يدخلها دنس ولا من يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. مين هو الخروف ده؟ المسيح اللي ذبح كفصح عشان يفتدينا. وبعدين يقول إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف، يعني عايز يقول كل شيء في السماء مرتبط بهذا الخروف الذبيح. فاللي مش هيبقى اسمه مكتوب في سفر حياة الخروف لن يكتب له خلاص، وبالتالي يبقى انتهى وليس أمامه إلا دينونة رهيبة. فالصليب أحبائي هو حياتنا، سر الحب حتى الموت. تعالوا نبص للصليب، هتلاقي ليه أربع أطراف. الأطراف الأربعة بتاعته دي بتشرح سر الحب حتى الموت. تيجي ازاي؟ تشرح مفاعيل سر الصليب. أول مفعول بقى، مفعول يعني تأثير الصليب بالنسبة لك، يعني أنت شفت الصليب دلوقتي مفاعيله بالنسبة لك إيه؟ أول فعل الشكر، ده أنا أقف قدام المسيح أقول له أنا ما عنديش حاجة يا رب أقدر أعملها، ما عنديش حاجة أقدر أقدمها لك غير إن أنا أشكرك. وده الكنيسة بتاعتنا بتعيشه في صلاة الشكر اللي نبتدي بيها كل صلواتنا. عشان كده في اسمة جميلة بنقول لربنا فيها تشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فياريت نعلم نفسينا حياة الشكر، وهتلاقوا الصليب يبتدي يظهر في حياتكم ويظهر في بيوتكم، وعدو الخير ما يقدرش يدخل البيوت اللي فيها حياة الشكر. تذمر هو اللي بيدخل عدو الخير. الفعل الثاني في الصليب عاطفة الحب، يعني المسيح اللي حبني الحب الكبير ده وفارد دراعاته على عود الصليب لكل واحد باسمه، أقف قدامه أقول له يا رب هعمل إيه؟ أنا يا رب قدمت لك حياتي كلها،
برضه هيبقى حاجة قليلة جدا. فعاطفة الحب يعني تقدم للرب قلبك، تديله قلبك أثمن حاجة، فتحب الرب من كل قلبك من كل فكرك ومن كل قدرتك. يعني يقولوا في المسيحية ظهرت هيئات كتيرة خلال التاريخ كان شغلتها أو خدمتها تخدم في كل مكان، ومن خلال إنها تقدم حب، هيئات كبيرة شغلتها تقدم حب المسيح. فيعني أول مثلا ممرضة في التاريخ، التمريض ده جه من أول ممرضة ارتبطت بربنا، وهذا الفعل حبها لربنا اتحول إلى خدمة الآخرين في أتعبهم وفي أمراضهم، فطلعت الصليب الأحمر وطلع حاجة اسمها أطباء بلا حدود إلى آخره. حتى الخدمة داخل الكنيسة بتقدم لابد عن حب حقيقي للمسيح. عشان كده قلت لك اطلع بالاثنين دول، اطلع بسر الحب وسر الموت، الصليب هو سر الحب حتى الموت. يبقى الفعل الأول فعل الشكر، والفعل الثاني عاطفة الحب، والفعل الثالث هو التوبة، ان انا اقف قدام المسيح واقول له يا رب انت اللي عملته ده كله عشاني، انا عايز اعمل حاجة، انا عملك من اجلي جبار جدا. يقول لك حاجة بسيطة قوي تعملها، خلي قلبك نقي، خلي قلبك حلو. قلبك ده يعني حاجة مش ظاهرة، مستخبية، قلبك الداخلي. فربنا عايز يبقى قلبك نقي من جوه ومليان من محبته. فكلنا بنحب الآية اللي بتقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. فبنقاوة قلبي أقدر أشوف المسيح وأقدر أتمتع بهذا الخلاص خلال التوبة. الفعل الرابع من أفعال الصليب إنه يعطينا احتمال الضيقات. أحيانا واحد عنده أتعاب كتير وضيقات كتير، فنعلق عليه نقول ده صليبه تقيل، يعني بنقولها كنوع من يعني كلمة تعزية. لكن لما الإنسان يبص اللي عمله المسيح على الصليب واللي تحمله على الصليب، هيستصغر أي مشكلة أو أي ضيقة تمر قدامه. يقول بقى المسيح كل ده شاله وكل ده احتمله، وأنا إنسان المفروض، أنا الإنسان الجاني، أنا المفروض أستحق العقاب، والمسيح يرفع عني كل ده. فدي نعمة كبيرة من الله، ويبتدي يعني يعيش حياة الاحتمال بفرح. فعشان كده احنا في صلاة باكر الكنيسة تعلمنا محتملين بعضكم بعضا برباط المحبة. فده دليل على ان احنا بنعيش حياة الصليب. فاذا احبائي الصليب له اربع مفاعيل، اشكر وتقدم حب، عاطفة الحب، وبتقدم الاحتمال، وبتقدم محبتك للآخرين. آخر حاجة أقولها، إيه كان شكل الصليب في ذهن الناس اللي قبل المسيح؟ إيه شكل الصليب؟ كانوا عايشين إزاي فكر الصليب قبل المسيح؟ واحد زي داود النبي قبل المسيح بألف سنة كتب، يعني نقدر نقول رسم الصليب من خلال كلمات المزامير، يعني كأعظم فنان. هديكم مثل واحد فيها، مزمور 103 اللي كلنا بنحبه، بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. في ايتين يرسموا لينا علامة الصليب. العدد 11 في المزمور ده يقول لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. ده عبارة عن ايه ده؟ الضلع الرأسي في الصليب، رحمة الله النازلة على الخائفين. يبقى اللي بيشعروا بالصليب هم اللي عايشين في المخافة. وبعدين العدد 12 يقول كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. هنا ده الضلع ايه؟ العرضة الأفقية ممتدة في الكون كله من الشرق للغرب، أبعد عنا معاصينا. وده دلع إيه بقى؟ دلع الغفران. يبقى الدلع الرأسي يمثل الرحمة المسكوبة على البشر، والدلع الأفقي يمثل المغفرة اللي قدمها الصليب. وبعدين بدأ داود في المزمور يعني يغوص في بركات الصليب،
يقول الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. يعني حتى الشباب، حتى حياتنا تتجدد كالنسر من خلال عمل الصليب في حياتنا. ربنا ادينا بركة هذا اليوم العظيم، لإلهنا كل مجد الأبد.